كل راجل مننا بيقف في مفترق طرق كل شوية في حياته المهنية وحياته الخاصة، ولازم يختار، والاختيارات دي بتتوقف على مبادئ وقيم أساسية في حياته. بتكلم على الاستقرار الوظيفي. اشتغلت مرة مدير صيانة في صفارة، وبعد 10 سنين قالوا لي ده أخرك ومش هتترقى تاني. أنا كنت كبرت في السلم الوظيفي لغاية أخره وبسرعة. قلت لهم لا، ما ينفعش، أنا لازم أكبر وأترقى وأتعلم حاجة جديدة، مش معقولة هفضل في مستوايا ده. قالوا لي لا، مش هتكبر عن كده، أنت مصري ومفيش ترقية ليك أكتر من كده، يعني مش هتشتغل لأنصر ولا سفير، وبعدين أنت عندك وظيفة محترمة وثابتة ومرتب هايل وامتيازات كتيرة وسايق عربية مرسيدس آخر موديل بنمر خضراء، هي أساسية، مالك بقى؟ قلت ما ينفعش في الحقيقة حد يحط لي سقف للنمو بتاعي. رحت استقلت. الناس اتجننت، قالوا لي يا عم دي وظيفة ممكن تقعد فيها 15 سنة كمان وتطلع منها معاش مستريح، ايه اللي مشاك؟ قلت لهم بصراحة انا ما ينفعش حد يقول لي ان انت مش هتكبر. طب ما انت بتكبر وبتترقى، يعني مش بتترقى وظيفيا لكن بتاخد مرتب اكتر، فلوسك بتزيد ومبسوط. قلت لهم ابدا، انا مش ممكن ألزق في وظيفة بتقول لي ده اخرك ومش هتكبر عن كده، يعني مش ممكن انا كراجل هقبل على نفسي، طبعا مش كل الناس، هقبل على نفسي ان حد يقول لي على فكرة دي حدودك وده اخرك، انا مش هكمل في حتة مش هتديني فرصة ان انا اكبر. اوعى تلزق في وظيفة تحد من امكانياتك او قدراتك الشخصية.